السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الدرس حول الأعداد العشرية النسبية. هذا الدرس غنشوفو النقاط، خمسة النقاط. غنشوفو الأعداد العشرية وشنو هي الأعداد العشرية، وشو الأعداد العشرية وشنو هي الأعداد العشرية النسبية، وغنشوفو المستقيم المدرج كيفاش نرسموه مقابل عدد عشري شنو معناته، والمقارنة بين عددين أو عدة أعداد عشرية. نبدأ بالنقطة الأولى. إلا كنت عقلت معايا، شفنا في الدرس شفتو في الدروس أن عدد عشري هو اللي كيتكتب بالفاصلة. خدينا هنايا واحد دائرة، دونك جوج فاصلة تلاتة عدد عشري، 5.4 عدد عشري، 21.6 عدد عشري، 3 مش عدد عشري ولا لا، 3 عدد عشري، حيت يمكن نكتبو 3.0 اللي هي 3. هادو هما الأعداد العشرية. وكنا شفنا كما شفتو كاين الأعداد الصحيحة، شفتو الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة هي اللي كتكتب، هي 1، 2، 5، 8، 9، 33، هذه أعداد صحيحة، وهذه كتكتب فاصلة هي أعداد عشرية. الاجتماعية الأعداد الصحيحة داخلة في الأعداد العشرية. دونك أي عدد صحيح فهو عدد عشري، لكن أي عدد عشري ماشي هو ماشي بالضرورة يكون عدد صحيح. مثلا 2.3 ماشي عدد صحيح، مثلا 7 هو عدد عشري وعدد صحيح. هنا نشوفو مجموعة أخرى اللي هي النقطة الثانية، هي الأعداد العشرية النسبية. هذا النوع الثالث هي أعداد عشرية بعدا، يعني كتكتب بالفاصلة أو كتكتب بالفاصلة، كنزيدو لها الإشارة. إذا هي كتنقسم لجوج أنواع، كاين أعداد عشرية نسبية موجبة، كاين أعداد عشرية نسبية سالبة. إذا عدد عش مثلا مثال الأعداد العشرية الموجبة عندنا 1.1، 3.5، 2، 23.4، 11 مثلا، هذه أعداد عشرية موجبة. كاين النوع الثاني هو أعداد عشرية سالبة. بمعنى سالبة يعني كنزيدو الناقص حدها، مثلا ناقص 2، ناقص 3.4، ناقص 5، ناقص 6.3، هذه تسمى أعداد عشرية نسبية سالبة. هذه أعداد عشرية موجبة. إذا جمعنا السالبة مع الموجبة كتعطينا الأعداد العشرية النسبية. إذا الأعداد العشرية النسبية هي الأعداد اللي فيها الناقص والزائد، يعني يمكن نكتبها ناقص يمكن نكتب زائد. دونك هذا هو الفرق ما بين أعداد عشرية النسبية والأعداد العشرية النسبية. كتزيد لي القضية ديال الناقص، يمكن ندخل فيها الناقص، تسمى أعداد عشرية نسبية. واحد الحالة خاصة، الحالة خاصة هو الزيرو. الزيرو يسمى عدد عشري موجب وسالب.
في نفس الوقت، لأنه هو موجب وسالب. انت هو عدد عشري، ما الإشارة ديالو واش موجب ولا سالب غير محددة، سالب وموجب في نفس الوقت. النقطة الثانية هي المستقيم المدرج. بعد ما شفنا الأعداد العشرية النسبية الموجبة والسالبة، نشوفو كيفاش غنمثلوها على مستقيم مدرج. إذا ناخدو مستقيم، نرسمه بالبيض، تقريبي مستقيم دي نسميه دي، وغناخد واحد النقطة نسميها او، وعندي واحد النقطة اي. اذا هنا كيفاش يمكن لي نمثل النقط؟ او غنعطيها نعطيها القيمة زيرو، و اي نعطيها القيمة واحد. اذا انا مشيت في هذا الاتجاه غيكون عندي الاعداد الموجبة، و الا مشيت في هذا الاتجاه غيكون عندي الاعداد السالبة. يعني مثلا القيمة او، مثلا القيمة واحد، لان واحد تسمى فصول النقطة اي بنفس اللوجيك. دونك او او زيرو، ندير هنا باش ما تختلطش، تسمى أفصول النقطة أو. قلت لك مثلا نرسم لي أ للأفصول ديالها ثلاثة، إذا ثلاثة موجبة، إذا غنمشي في هذا الاتجاه موجب. إذا عندي هنا واحد، دونك غناخد نفس القياس، إذا هنا جوج، نفس القياس من هنا هنا، إذا هنا ثلاثة، إذا هنا ثلاثة، هنا جوج. إذا أ جوج أفصول أ، إذا غنجي أو ثلاثة أفصول أ، إذا غنجي نحسب واحد جوج ثلاثة. إذا أ، إذا أ هي النقطة. قلت لك مثلا ناقص جوج أفصول النقطة بي، ده ناقص ناقص جوج عدد سالب، دونك غنمشي في هاد الاتجاه. ده غنحسب هنا ناقص واحد بنفس المسافة، هنا ناقص جوج، إذا هنا غتكون نقطة بي. سي مثلا 1.5 أفصول النقطة سي، إذا 1.5 دونك موجب. غنمشي إذا هنا واحد، هنا جوج، إذا ما بين واحد وجوج في النص، دونك هنا تقريبا 1.5. إذا هنا عندي سي ناقص 3.5 أفصول النقطة دي. غنجي هنا عندي ناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص أربعة، غنمشي ناقص 3.5 عدد سالب، غنمشي في الاتجاه ناقص 3 نزيد نص، تقريبا هنا ناقص 3.5 اللي هي النقطة دي. وبهكا كنشوف كيفاش كنمثل النقط على مستقيم مدرج. مدرج يعني مقسم إلى وحدات متساوية، يعني تقسيم متساوي. وقلنا مثلا واحد تسمى أفصول النقطة اي، اذا النقطة اي الأفصول ديالها هي واحد، هي المسافة ما بين او اي، هي أفصول النقطة اي هي واحد. أفصول النقطة ا هي المسافة ما بين او او ا اللي هي ثلاثة.
افصل النقطة بي هي المسافة من بين او بي اللي هي ناقص جوج. هذا هو تعريف الافصول مقابل عدد عشاري. نبقى عاقلين في الاعداد الكسريات شفنا مقلوب، والمقلوب شنو مقلوب، والمقلوب ماشي هو المقابل باش ما يوقع لكمش خلط. المقلوب ليس هو المقابل، المقابل ديال العدد، المقابل ديال العدد هو العكس ديال داك العدد. مثلا لا اتاك واحد، ناخذ مستقيم مدرج هنا او، هنا واحد، هنا ناقص واحد، اذا هنا او هنا بي. اذا مقابل واحد بالنسبه للزيرو، مقابل ديالو يعني شنو هو العدد اللي كيبعد، مثلا هنا موجب، شنو هو العدد اللي كيبعد على زيرو بنفس المسافة من واحد، إذن هي ناقص واحد. إذن مقابل واحد هو ناقص واحد، مقابل ناقص جوج مثلا عندنا ناقص جوج، عندنا جوج هي المسافة اللي كتبعد على او، عندنا تعريف في اتجاه الموجب بنفس المسافة هي جوج. إذن بصفة عامة لعطاوك عدد وقالك شنو هو المقابل ديالو كتبدلو الإشارة. مثلا مقابل تلاتة، إذن تلاتة عدد موجب دونك كنزيدلو الناقص هو ناقص تلاتة. مقابل ناقص ربعة هو عندك ناقص ربعة، عدد سالب كردو موجب هو أربعة. هذا هو معنى مقابل عدد، وما تخلطوش مع مقلوب حيت ماشي نفس الحاجة. حالة خاصة مثلا مقابل زيرو هو زيرو، وزيرو نفسه. عندنا نقطة خمسة اللي هي مقارنة الأعداد العشرية النسبية. هنا عندنا جوج حالات أو جوج خاصيات. إذا الحالة الأولى مع عددين لهما إشارتين مختلفتين، يعني واحد موجب واحد سالب. ناخذ مثال كيكون اشارتين مختلفتين، اذا العدد الموجب اكبر من عدد السالب. مثلا نقل قارني بين 2.3 وناقص 7، اذا هذا موجب وهذا سالب، اذا الموجب اكبر من السالب. قال قارني مثلا ما بين ناقص جوج ناقص 3.5 و واحد، نا واحد عدد موجب ناقص 3.5 عدد موجب، عدد سالب، إذن السالب، إذن الموجب كبر من، إذن واحد أكبر من ناقص 3.5، ناقص 3.5 أصغر من واحد. هذا في حالة لو إشارة مختلفة العدد الموجب أكبر من العدد السالب. هنا في الحالة هلا عددين إشارتهما سالبة، يعني بجوجهم فيهم الناقص سالبين، لكن بجوجهم فيهم الناقص العدد الأكبر هو
العدد القريب من الصفر. ناخذ مثال باش نفهم. ناخذ ناقص 3 وناقص 2. إذا رسمت هنا المدرج عندي 0، ناقص 1، ناقص 2، ناقص 3. إذا قلنا العدد الأكبر هو القريب من الصفر، إذا ناقص 2 مع ناقص 3، إذا العدد الأكبر هو قريب من الصفر. هذه الطريقة باستعمال المدرج، ولكن حنا ماشي ديما نبقاو نرسمو المدرج باش نعرفو شكون اللي كبر شكون اللي صغر. اش كنديرو ملي كيكون عددين سالبين؟ كننسى الإشارة، الناقص غنساها، ما بقاش ننساها، يعني ما بقاش نشوفها باش نقارن بيناتهم. اش كيكون العدد الكبير؟ هو اللي عنده القيمة صغيرة. مثلا هنا عندي 3 وهنا 2، إذا 2 هو الصغير، إذا ناقص 2 كبر من ناقص 3. ناخد مثال واحد آخر، 4.5 ناقص 4.5 مع ناقص 1. قلنا بحال اللي نديرو بحال اللي كنساو الإشارة، عندي 4.5 وعندي 1، إذا 1 شكون اللي صغير؟ هو 1، إذا ناقص 1 أكبر من ناقص 4.5. هذين في حالة هما إشارتهما سالبة بجوج. طريقة بسيطة أو استعمال المدرج، ولكن المدرج استعملوه في الأول باش نتعودوا على هذه الخاصية. من الطريقة البسيطة هي العدد الكبير هو اللي عنده القيمة صغيرة. بعد ما شفنا هذه الخاصيات ندوزو للتمارين اللي غنطبقوا فيها هذه الخاصيات مختلف أشكالها. يلا أنا كنتسناكم، السلام عليكم.